هل ذكرك منتخب إسبانيا بمنتخب إسبانيا بال 2010؟ يحاول يكون نفس منتخب إسبانيا في 2010. منتخب إسباني يعني استراتيجية الأسبان من فترة الاستحواذ امتلاك الكرة، ولا كيف نقوله في لغة الكرة، يعني استخلاص الكرة من الخصم، يخلي الخصم يحس بالملل في المباراة، يعني طول أطول المباراة وهو يطالع في الكرة ويشوف الكرة. يعني حتى المنتخب الألماني شفنا بعد مرور غوارديولا بالدوري الألماني، ألمانيا حاولت تغير نوعا ما من فكر، يعني من فكر أو استراتيجية الألمان في المباريات. كنا نعرف احنا على المنتخب الألماني اللاعب الواقعي، اللاعب المباشر، الفاولات، يعني العرضيات والركنيات، يعني يستغلون الكرات الثابتة أكثر. بعد مرور غوارديولا بايرن ميونخ كل شيء تغير في ألمانيا، يعني حتى شفنا اليوم فازوا بالمونديال 2014، استحواذ على الكرة، بس مو نفس الجيل. يعني هذا استحواذ على الكرة يبغي لاعبين مهاريين، يبغي لاعبين يعني عندهم إمكانية كبيرة في تحضير الكرة، في استقبال الكرة قبل تسليم الكرة، لأن يعني الاستحواذ يبغى استقبال الكرة قبل يكون أحسن. أتوقع أن منتخب ألمانيا بيمر مع منتخب إسبانيا.